تعالي يا ملك، ده شريف مستنيكي من بدري يا بنتي. معلش يا عمته، انا راجعه تعبانه وعايزه انام. هما كلمتين يا ملك ومش هطول عليكي. اسمعي يا حبيبتي الكلمتين وبعدين روحي ارتاحي. بذمتك يا شريف، انت لسه عندك كلام عايز تقوله؟ بص يا ملك، انا عارف ان شغلك مهم جدا بالنسبه لك ومش هينفع انك تبعدي عنه، عشان كده انا لغيت السفريه واعتذرت عن الترقيه. لغيته وما لغيتوش دي حاجه تخصك وتخصك انت كمان. انا ضحيت بكل ده لاني مش قادر استغنى عنك. انت انسان اناني قوي يا شريف بجد، ما بتفكرش في حاجه غير شريف وبس. انت انسان مريض، انساني بقى زي ما انا شطبتك من حياتي. يا ساتر. استني يا ملك، معلش يا شريف، معلش. بني ادم ما عندوش ريحه الدم، انا مش مصدقه انه لسه بيفكر فيا بعد كل اللي عمله. ليه بس كده يا ملك؟ الراجل كان عايز يعتذر لك وحس بغلطته، ده ضحى بشغله علشاني. بلاش الكلام ده اللي بيستفز يا عمته. غلطة ايه اللي حس بيها؟ انت بتسمي اللي عمله ده مجرد غلطة؟ يا بنتي يمكن ما كانش في وعيه، واخد حاجة، شارب حاجة. ما هو كمان مش طبيعي الجري اللي بيجريه وراكي بعد ما حصل الموضوع ده، معناه ان هو حس انه غلطان. حس؟ هو اللي زيه ده بيحس؟ حبيبتي انا عارفة ان انتوا اللي فقدتوه حاجة كبيرة قوي، بس حبيبتي انتوا لسه صغيرين وياما هتزهقوا من العيال، اديله بس فرصة. فرصة؟ مش فاهمة حاجة. حبيبتي أنا عارفة إن هو مد إيده عليكي وكان السبب في إجهاضك، بس إحنا ممكن نكلم محمود يحذره بعد كده. بس بس! إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ أنا ما رضيتش أقول كل حاجة عشان ما أعملش مشكلة بينك وبين جوزي. قلت أسكت وأرضى بإسمتي ونصيبي. بس أنا ما بيستهبل كده وعامل لي فيها عبيط. أحب أقول لك إن حملته دي مش بس قتلت ابني، كانت هتموتني أنا شخصيًا. عشان يلحقوني كان لازم. أيوه كان لازم إيه بقى؟ أنا من ساعة ما حصل الموضوع ده وأنا حاسة إنك مخبية على أي حاجة، كان لازم إيه يا ملك؟ قولي يا بنتي. كان لازم يشيلوا الرحم. يعني أنا مش بس اتحرمت من ابني، أنا اتحرمت من الإحساس نفسه العمر كله. أنا اتحرمت إن أبقى أم. إزاي عايزين أسامحه؟ حبيبتي يا بنتي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.